أصعب خسارة ممكن الراجل يخسرها إن هو يخسر واحدة بتحبه بجد، وللأسف أنت مش هتدرك ده إلا بعد فوات الأوان. الستات مش زينا بتكون خلاص فرصت كل الفرص اللي ممكن تديها لك في حياتك. ما تبقاش غبي وتراهن على فكرة أصل أنت مش هتقدر تبعد عني. أوعى صدقني هون غبي. عم أحمد والنبي قول قول اصحى يا اصحى يا نايم صح النوم عشان جو يصحى. يا جو ده انت صاحي يا جو ده المفروض اقول لك نام يا جو. شكرا يا عم كسرت. طيب قول يا عم جو يا عم اصحى يا جو سنه وانت طيب يا جو. انت طيب يا عم احمد نام يا جو. شكرا على الخير. انا كمان قاعد في الاوضه لوحدي او في الحياه كلها لوحدي. نجرب نلعب درامز بس الصوت هيضايقه فبلاش. تعرف رجلك على حته في مسلسل جزيره غمام حلو قوي. وانت ليه عم عرفت مش كيف الناس؟ مش كيف الناس كيف؟ مش كيفنا يعني؟ ليه؟ ما انا ناس عادي. صوتك واحد قال ما لكش اصحاب يا ساكت يا تصوري. ما اعرفش بس انا كان لي اصحاب. فينهم؟ كبروا وهملوني. انا بحب اقعد وسط الناس وسط اخواتي وسط اصحابي. اللي قالت لي انه اقعد وحده ايه كلام يا عم عرفات. فهي في ناس كده بتستمتع في الوحدة. ممكن اعمل لك اد على فيسبوك. ايه الفيسبوك ده؟ برنامج بيجي على قناه ايه؟ يا ريتو للسماء يا ريتو مني مراح كل يوم بيفوت الف مره بموت. يا غزال يا سهر غنتوتي. يلا يا بودي عشان نكسر لسه جاجين. نو 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 لو الكراسي يا مامي ففتني بودي ليه وضعه في المنطقة. ثواني يا ابو وضعه. خد يا ابو وضعه 5 جنيه اهي للبيت المقشفة بسنتتك. مكانتي يا مامي مكانتي. طب ايه رأيك بقى يا ابن الجزمة ان ده اخر عرض عندي؟ عرض العشرة جنيه وهتجيب العيش معاه. لا ثواني عرض العشرة جنيه ما يتفوتش يا مامي. دوريلي انت بس على السجاجيد وانا اطرق القصة باظت. مش مهم مش مهم كل ده عثانك يا بسنتتي. خدي بوسها. خد سلم على عمتك قول لها وحشتيني. قول لها وحشتيني. ايه عمتك حبيبتي؟ قول لها حبيبتي. خلاص قول لها حبيبتي. حبيبتي وحشتيني. وحشتيني خلاص بقى ما تضربيش بجد. في عربيه مستنيه لك بتاخد ياض يا ابن قلبي وعشان ما تخافش هاخدك معايا اوريك كل حاجه هبسطك. فين صاحبه؟ فين صاحبه العربيه؟ مشي جابت الحاجه دي. وانت شفتها؟ جابت عينه. ايه لا والله انت انا ما شفتش. انا عايز اشوف زي العسل. حلو زي العسل. وعلى كانت حلوه والله زي العسل زي العسل. انت مبسوط صح؟ مبسوط والله. مش عايز حاجه عمي؟ لا سلمني عليها بس. سلم لك على مين؟ بيسلم عليك كويس قوي يقول لك كل سنه وانت طيبه. وحده بالنسبه لي دي مش مخيفه. هربت فيها من ناس مريضه. فكرت استسلم محدش حس بيا حتى اهلي وكله حواليا. فتره وهتعدي كله بيمر بيها بس انا مش هقدر ما تصدقوش تمثيلي. لازم نهتم ببشرتنا. ده ايه ده؟ ده كيس زباله عادي. بص ايه ده؟ على بركه الله. اوبا نعمل ده. استنى اعمل لك زي العلب بتوع فيكتوريا سيكريت. والله ده بيع عسل. ده عبده بالملوخيه ده. تيرات تيرات تحت حلو قوي. اوبا رحت محل موبايلات. تعالى خد دوبي يا امي. ايه رايك في الماسك لنضاره البشره؟ ده الشراب اللي ضايع مني بقاله يومين خدته وتعمله ماسك. شكرا يا امي. نشيل الماسك بسم الله. اوبا يا الهي يا لقد تغيرت جدا. زفوره طلع. علي النعمه ولا في اي اختلاف. والله العظيم ثلاثه ولا اي حاجه. وانا بوزي تعبان. بودي
كده تصحي العصفوره بصوتك. لا يا بودي، الشعر ده يا حبيبي للعباده مش للتنظيف. نو نو، فين العباده دي يا موحة يا بتاعه الثبات؟ ما انت نايمه. ما نوم الظالم عباده يا بودي، انا مش لسه كنت بتلقحها. صح صح يا موحة، انت بتضيعي الثبات فعلا. انا ماليش غير بتنتاتي. انت عارفه الطريق؟ قبل يا واد انا عارفه كل حاجه. انا بتوه. لا ما تشوفش، انا تايه انا وامي. هو ده يا بركه اللي عارفه الطريق؟ هو يا دكتور معايا ابني، ابني التاني، اوصف له الطريق لو سمحت عشان احنا تايهين. انا وامي انت عمال اقول لك هتنتوها انتوا. نسيت ايه المشكله؟ لا ولا يهمك. ادي العماره هلا بقالك ساعه بتدورينا عليها. برافو عليك. فين بقى؟ احنا وصلنا. سقف لاجل الاكتئاب. نروح عادي كده؟ لا لازم نبضع. يا امي بيقول لك مفيش خلاص، ما تعملش. مبسوطه بيا يا امي؟ طبعا طبعا، ربنا يخليك ليا. انا لسه ما خلصتش. كل سنة طيبين وكل حاجة، بس حين صايبين والمسلمين صايبين. بس انا جعان، كل المحلات قافلة، حاطة امي مش عايزة تطلع. مني دوب الاسم متغير، مجرد بس ما تصبرني وتقول لي انا جنبك. ان لم تستطع اسعاد نفسك فعكر مزاج الاخرين. قول لي انك من مصر مش من ايجيبت، من غير ما تقول لي انك من مصر مش من ايجيبت. اللي مدخلك هنا؟ لا 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 لا، اطلع برا المطبخ، يلا اطلع برا المطبخ. بس هي سهلة عادي، ايجيبت جدا. احسن وصفة يا بنات، مش هتاخد 3 ثواني من الشيف جو. هتجيبي بيضتين من الدجاج وكبدة نملة وكبدة كابتن محمد وقنفذ منتج زبدة اليورانيوم وجيب يا ابن قلبي جيب وصيف يا ابن قلبي. تعالى تعط زي بيت خالتك، تعالى. الراجل ده قال لي ان هو بيعرف يغني. يلا يا معلم زيع، عايزك تغني حاجه كده تدلعنا، تشهيصني، فرحني. والله العظيم انا نكدي بس اصلا. اديني في النكد، يلا انا كيف اصلا. بالورقه والقلم يا نهار اسود. تصدق انت نكدي فعلا؟ يلا نمشي. مش عارف اقعد ولا لا، انا هجرب ارفع الفيديو ده، فلو اترفع وشفته يبقى انا اتفك البلوك. عملت اكونت بديل عشان مش قادر بصراحه اقعد غير بشوفكم. عملت اكونت بديل هحطه لك هنا، هتلاقيني منشنه في اول كومنت، وانا بحبكم جدا لان انتوا احلى حاجه حصلت لي في حياتي، ده حقيقي. هتلاقي اسمه جو موسى 3-0. هنزل عليه فيديوهات لما اقف هنا، اتمنى تكون معايا في اي حته انا بروحها. شكرا. جرب التجربه زي الزفت، خش عليا فحم اليلا. انسى بيفصح بدي انا اجيب ده اصوات ما تفرقش. لا اعملوا لك ببلاش، فقلت زود يلا زود زود. يا لهوي ما دام ببلاش ادهن ادهن كتير. حط كب يلا يا ابن قلبي، كب كب شبه ايرومان. بص قال لي كريم، قلت له كب يلا يا ابن قلبي كب. والله والله تفهموني غلط، وراح قلت له لا 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 سيب 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 وشي، انا متقبله كده عايش بيه. راح يلا يلا بالراحه يلا يا عم، احنا مش بتوع الحاجات دي. انت قلت لي كريم يا عم، من الناتش كده انت شازمين. راح سيبه كده، هو ربنا يسيبك تعيد كده. اه 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 ادي انتش بقى بالراحه بقى، انتش خلينا ادوب. اوف اوف بص 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 بالراحه بالراحه. الناس هنا تقول علينا ايه يا عم؟ بنختصب بقى. اه سيبها دي، انا عايش بيها كده. انتش بقى بسرعه بسرعه بسرعه، انتش هوبا. زفر العابدين عاد اليكم. ده بالظافر، ده زفر العابدين يا امي. انا استحاله اكل الفسيخ والرنج، انا ما احبهمش ابدا ابدا. بس دوق. لا يا امي لا. طب دوق دي. يا ده حاجه قوي ميزه، هات حته يا امي مش قادر اكل خلاص، مش هدوقها. بعد ما خلصت الثلاث اطباق. الحمد لله يا امي. يا روح قلب ماما، عايزين نغير الكلوت يا بودي. قالك شهرين بنفس الكلوت يا واد. لا يا ماما، بودي مش هيغير الكلوت. عشان انت ما بتردش عليا. يا روح قلب الحزن في القلب مش في الكلوت. يلا معايا يلا معايا بودي. اوه بودي. اوه لا يا موحة، ده رقصي وحف يا موحة. الواد نفسيته تعبانه يا بنتي. عيوني يا مامي بودي. اوه لا انا سوري، ما ينفعش اعمل الحاجات دي، انا ليه هبت يا حاج. بودي. اوه لا ذوق مش حلوه، لا اعمل الحركه دي. بودي. اوه افتح البوكس الاخضر بتاع العربيه الحمراء. العربيه الحمراء ملزقينه ببلاستر. ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ازاز بس رغيف اتكسر. كسر تيرات ترات. دي الفرصه المصريين القدماء بس اللي يعرفوا قيمتها، اللي معايا من ايام الزمن الجميل بس اللي هيعرفها. انا كسرت الفرصه دي يا عمي. ما تخافش يلا، مش هكسرها تاني. لا ما تخافش. في حد كلمني وبيقول لي ان في بوكس جاي لك من دبي. انا ما خزنتش وشي ورخه واخداني، مش عارف ليه الاحلام فتحت مني قوي. فاهم طبعا كاي شاب مصري مستني ايه. تعبان يا اسطى تعبان. ربها تطلع بيضه والله سمراء. مش مهم اي حاجه، اي حاجه ايه ان شاء الله. مساء الخير. هي فين؟
دي ما طلعتش. لا ما يعني مش هي دي كانت احلامي يا عم تنيل. ريا بتاع البوكس بتاع الدبيين. الدبيين الدبيين مبين حزبازي يويو حصري جدا. ما اعرف الاقي حاجه مفتحه بسناني. اوعى تعمل زي رب تطلع العراس اللي بتكبر دي وتروح. ده لاب توب ده ولا ايه؟ ايه ده يا غالي؟ ده بوكس رمضان. عليا النعمه انا مسيح. حتى التيك توك مش مقتنع. بسم الله هوبا. بسم الله هوبا. دبي جدا يلا يا عم مسيحي. والله مسيحي. شكرا كل سنه طيبين. شكرا لكونك مبدع. انا مش مبدع على الله. دي اتكسرت. مش مهم مش مهم. دي ريحتها حلوه قوي. دي صابونه دي ولا ليه؟ صابونه. ده ايه ده؟ ده حجر اللي بيتعجوا بيه رجلي السنه كده. اه هو احلامي ما كانتش دي خالص. الفناجيل دي اديها لامي استخدمها في النيش. بابا فانوس رمضان عليا النعمه انا مسيحي. يا عم احنا مصريين. البتاع دي شكله غالي. انت لو كنت زرفت كل واحد 500 جنيه كان قاعد يعمل لك. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي.